السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ ناخد اللي هو المراجعة. زي ما حكينا بدنا ناخد المراجعة. المراجعة طبعا عنا هي لوحدة الإحصاء اللي هي طبعا تمثيل البيانات زي ما حكينا بكذا طريقة. كانت نتذكر مع بعض إيش كانت. كانت بالمدرج التكراري، كانت بجدول الفئات أو الجدول دي الفئات، وعندنا كمان بالمضلع التكراري والمنحنى التكراري، وآخر إشي أخذنا القطاعات الدائرية اللي هي تمثيل البيانات. فاليوم إن شاء الله بدنا نبدأ مراجعة ونبدأ السؤال الأول. زي ما أنتم شايفين بالكتاب عندنا هون، عندنا الجدول اللي موجود عندنا، أعداد شاشات العرض التي باعها محل الأجهزة الكهربائية خلال 5 سنوات، في السنة 2011 و12 و13 و13 و14 و15. طبعا والعدد اللي باعوا في الشاشات خلال كل سنة كم شاشة باعوها. بدنا نمثل هاي البيانات بالقطاعات الدائرية. ايش يعني قطاعات دائرية؟ يعني يا مس اني انا بدي اعمل دائرة واقيس كل زاوية كل واحدة، صح؟ قطاع دائري يعني بده زوايا على طول، بعرف انه بده يمثل بالقطاعات الدائرية يعني بده زوايا. فانا مس اول اشي بدي اطلع له انه زاوية كل واحد. قبل ما اطلع زاوية لازم اول اشي اعمل المجموع، اعمل في الجدول المجموع واجمع 70 + 50 + 40 + 60 + 80، طلعت معايا 300، طلعت معايا المجموع الكلي 300. فانا الان بدي اول شيء بالسؤال الاول اللي هو صفحة 111، بدي أول إشي أطلع زاوية قطاع اللي هو القطاع اللي هو سنة 2011. طيب 2011 عندي اللي هو العدد، عندي 70 على العدد الفرعي على العدد الكلي، مش هيك حكينا؟ في العدد الكلي اللي هو المجموع اللي أنا طلعته في 360. ليش؟ لأنه حكالي طلع يا مس زاوية القطاع في سنة 2011. فأنا مس أنا بدي أشيل بالشكل هذا، أسفة، هون واحد وهون واحد وهون كمان واحد. فأنا بدي أول شيء إيش أعمل؟ بدي أختصر، أعمل اختصارات. الاختصارات هاي بدي أقسم هاي اللي هي على 3 فيها الواحد وعلى 3 فيها المس اللي هي 12، نعم 12 و7 في 2 اللي هي 14 باليد 1، و7 في 1 7 1 8 هون زاوية القطاع اللي هي 84. طيب نيجي على زاوية القطاع اللي هي زاوية القطاع، بدنا ناخذ سنة 2012، خلينا نشوف مع بعض اللي هي 50 على 300. ليش؟ لأن هي 50 و300 المجموع الكلي. في أنا عشان زاوية لازم إيش أعمل يا مس؟ عشان زاوية لازم أضربها في 360 زي ما تعودنا. حيروح صفر من هون مع صفر من هون، وصفر من هون حيروح مع صفر من هون، وحقسم هاي على 3 وهاي على 3 اللي هي بتطلع لي 12، زي ما 5 × 2 = 10 باليد 1، 5 × 1 = 65 درجة. هون عندي هاي 60 درجة اللي هي قطاع مين؟ اللي هو القطاع اللي هو 2012. نيجي على زاوية القطاع سنة 2013 اللي هي نفس الحكي بحط الأربعون اللي هي 13. هيها أنا ما جبت من الكتاب، إن كل فاتح الكتاب وبيعرف وشايف معاي اللي هو الجدول اللي أعطاني إياه. الكل فاتح كتابه شايف الجدول، ما مش من عندي الأربعون، مش من عندي الخمسون، مش عندي السبعون، كلها كانت موجودة عندي بالجدول اللي أعطاني إياه. فأنا بالطريقة هاي بقدر أشيل الصفر من هون، صفر من هون، وصفر من هون، وأقسم على 3 فيها الواحد وعلى 3 كمان فيها 12.
طبعا 4 × 2 = 8 تمانية، وهون 4 × 1 أربعة اللي هي 48 درجة. هاي هي اللي هي زاوية قطاع اللي هو سنة 2013. الآن زاوية القطاع سنة 2014 حنشوف شو بساوي. الآن عنا 60، عندي 60 × 300 في 360. دائما زاوية القطع في 360 اللي هي الزاوية اللي هي زاوية القطع اللي عندي. هون الصفر حيروح، طبعا هاي الواحد هون، الصفر حيروح مع الصفر هون، والصفر هون حيروح مع، وعلى 3 فيها الواحد، على 3 كمان فيها 12، بعدين حنضرب 6 × 2 = 12، 6 × 1 = 7، 7 اللي هي زي ما انتم شايفين قدامكم بالضرب. طبعا هون اللي هو 72 درجة، وهون نعم اخر شي بدي اخذ زاوية القطاع سنة 2015 اللي هي اخر واحدة تساوي، نكون مع بعض. هاي هون واحد، هون عندنا 80 × 300 في كمان 360، وبقى نفس اللي عملته انا هون، حبدأ اشيل 0 مع 0 والصفر هاد، ونفس الحكي على 3 كلها 12، هون 8 × 3 = 6، وباليد 1 × 8 = 1 = 9 96 درجة هي اخر قطاع. هاي 96 درجة. لو جيت وجمعت كل القطعات لازم، اسفة، زوايا كل القطعات لازم حتطلع لي 360 درجة، لازم. اذا في اذا ما طلعت معي 360 درجة معناته في عندي انا خطأ، براجع خطأي. فانا هيك السؤال الاول. طبعا الرسم انتم بتعرفوه، الرسم انتم بتعرفوه، رسم بسيط جدا. انا ممكن ارسم دائرة واعمل اول زاوية 48، ومن اخر زاوية لستون لثمانية واربعون ممكن ارسم لك اياها، نرسمها مع بعض. نرسمها مع بعض، خلينا نحط دائرة، نرسم الدائرة مع بعض. نرسمها مع بعض. حنرسمها في اي شيء موجود عندي هون، انا حرسم لكم اياها بالشكل هذا. رسمت الدائرة بشكل هذا، طبعا نصف القطر هون، وببدأ احط نصف القطر زي ما انا متعودة هون، نصف القطر هيو، وببدأ اخذ المنقلة وابدأ اول واحد اللي هو 84، وزي احنا بنراجع كله، ولازم تراجعوا معاي وانتوا تحلوا لحالكم بايدكم، تمسكوا وتحلوا وتطلعوا الزوايا. هاي الان ابدأ من هون اللي هي من الصفر، شايفين من الصفر لاربعة وثمانون، يعني بعد الاربعة بعد 80 ب4 درجات، شايفين بعد 80 ب4 درجات. انا هون عندي طبعا حيطلع لي مس ايش زاوية ايش حادة، ليش؟ لانه 84، نعم واضحة. اذا طلعت عندي زاوية هاي اللي هي سنة هاي 2011، هذا القطاع 2011. اجي من نفس هاي، او ممكن زي ما حكيت ممكن اخذ هون عادي، مش مشكلة، من هون ولا من هون، الاسهل لي اسهل شيء اخذها معايا واقول له انا بدي زاوية القطاع 2012 60، ببدأ من هون الصفر، ما ببدأ من 180، ببدأ من الصفر، وانتو بتعرفوا هذا الحكي حكيناه كذا مرة. احنا هون 60، هي 60 مس، هي 60، وببدأ اعمل اللي هو اقيس هون، هاي 60 اللي هي يامس، اللي هي 60 واللي هي 2000، 60 درجة، 2012، 2012. باجي بركز نفس المنقلة، بركز على كل
اخر شيء مين اخر شيء؟ هاي هذا اخر شيء هون شايفينه، ايوه على كل اللي يخلص على نفس الخط اللي بخلص عندي 48، يعني 48 و8 درجات زيادة يعني بالشكل هذا. أحاول 48 بالشكل قبل الـ50 بيج درجتين، قبل الـ50 بدرجتين، فأنا هيك مس عملت اللي هو 48، هيها 48 اللي هي مس 2013. نيجي على 2015 وأنا نفس الحكي، ببدأ أمسك آخر واحدة هون عندي أحط عليها بالشكل هاد، بالشكل هاد شايفين، وأبدأ أقيس. طبعا هذا فهمناه كثير، تعودنا عليه كثير، وبده 72، بده 72، يعني وين 70 يمس أمشي من الصفر يمس. أنا شايفة إيش بمشي، تتأكدي إني أنا بمشي من الصفر، تأكد إني أنا بمشي من الصفر والسبعون، وبعد الـ70 بدرجتين هون بحط هون، هاي بعد الـ70 بدرجتين، فأنا هون معناته أنا عملت بالشكل هاد. يعني هاي 72 اللي هي درجة اللي هي 2014. طيب أجي لازم أتأكد إني أنا عندي 96 اللي هي آخر واحدة، لازم تطلع معاي 96 من غير ما أعملها، اللي هي من الصفر للـ90، هون الـ90 هيها تقريبا يا مس 96. نعم هون اللي هي قطاع اللي هو الآسفة سنة 2015. هيك رسمتي بتكون 100% صحيحة، وأنا هيك بكون خلصت درس السؤال الأول، وأبدأ في السؤال رقم 2 اللي هو في نفس الايش. سؤال رقم 2 سهل كثير ما بده شيء، تعالوا معي نحكي مع بعض على سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بحكي لي احنا حنحله على الكتاب، انتبه علي انتبه علي. اذا كانت اطوال الطلبه في مدرسه ثانويه في احدى المدارس كما في الجدول الاتي، الجدول الاتي اعطاني اياه فئات، جدول الفئات هذا بسميه، او جدول التكرار دي الفئات، او جدول بسميه جدول التكرار دي الفئات، او بسميه جدول الفئات. اجب على الاسئله التي تلي او الاتيه. نعم في الجدول الاتي. نعم السؤال الف، ما فئه الاطوال الاكثر تكرارا؟ تعالوا نشوف من الاكثر تكرارا. نعم الخمسه، على طول حتقولوا لي 45. ما طبعا الفئه، ايش هي الفئه؟ بدو الفئه، بدو الفئه، الفئه اللي هي 140 إلى 149 اللي هي تكرارها كان إيش يا مس؟ تكرارها بتكتبي له 45. نعم طيب هون بالسؤال الثاني بحكي لي ما عدد، انتبهوا على السؤال، ما عدد الطلبة الذين أطوالهم 140، حط إيدك على 140 يعني من هون إلى إيش حكالك؟ إلى 179 يعني من هون لهون. كل هدول من هم اللي هم عندي؟ يلا من هون 140، من عندي 45، ايوه 22 33، وعندي 10، حنجمعهم مع بعض اللي هو عندي اللي هو 5 و2 7 و3 10 باليد واحد 5، وهون طبعا 6 طبعا 5 و7 و10 11، 11 معناته 111. قديش عدد الطلبة طالبا؟ قديش عدد الطلبة لأطوالهم لأطوالهم من 40 إلى 179؟ هيها من 40 إلى 179، شايفين إيدي وين؟ يعني كل هدول، يعني كل هدول بدي أجمعهم، طلع 110 من الطلاب. نيجي هون، ما الحدود الفعلية للفئة 160 169؟ حد فعلي يعني أقل بنصف وأكثر بنصف. شو الحدود الفعلية؟ أقل بنصف 159.5 و169.5، أقل بنصف وأكبر بنصف، مش هيك؟ هاي اسمها الحدود الفعلية. الآن عندي ما عدد يا طلبة المدرسة، كل المدرسة. أنا أول إشي جمعت، أنا جمعت
أنا جمعت من هون لهون، مين ضايل عندي؟ الخمسة. أنا جمعت كل هدول، ضايل الخمسة اللي ما جمعتها، بطلع لي 115 إيش طالبا، 115 طالبا. فأنا هيك حليت تقريبا السؤال الأول والسؤال الثاني، فأنا بدي إياكوا تحلوا معاي اللي هو السؤال صفحة 111 و112، السؤال الثالث والسؤال الرابع، عشان بكرة إن شاء الله أو الحصة الجاية بنكمل حل الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.